يعني اتصور ان مشكله الرياضه بالكويت هي صراع سياسي، والدكتور يمكن ارخص في العمليه، بس انا ماني موظف عند احد ولا اعمل مستشار لاحد، وبالتالي انا اخذ حريتي بالكلام. نعم. الدكتور يتحفظ لانه بحكم مناصبه او مواقع حكوميه او غيرها، فيمكن يتحفظ شويه او يحاول ان يبرر الامور بما يرضي بعض الاطراف. انا ما يهمني الطرف هذا او الطرف هذا، اولا ليش انا اعتقد ان ليس هناك اطراف في الكويت غير الطرف الحكومي واعضاء مجلس الامه اللي هم غيروا عدلوا في القوانين.